المبدع جمال فتحي بربري، فليتفضل مشكور. السلام عليكم. مرحبا استاذ محمد ونور. في سؤال للدكتور نوبي. يعني وقت تحرير الفتره دي بالروايه هي دول العرب وليس الشام. الفتره دي انا يعني بحس ان الروايه هي من المكان نفسه، الروايه والقصه، الشعر وقت بالذات الشعر الفصحى لا بحسه قرأ، يعني بحسه لا عالم مختلف خالص. يعني حتى لو ساعات يقول لك ايه بحر الرمد وبحر الخليج مش عارف، يعني احس الشعر الفصحى وقت عليه بيعزف في عالم ثاني خالص، عالم غير. بس وشكرا. شكرا. هل العالم الان او هذا الزمن زمن الروايه؟ الاستاذ جمال يعطي المداخله للاستاذ دكتور. هل الشعر ديوان العرب؟ هل الروايه ديوان العرب؟ الروايه ديوان العرب الان كلمه لا يقوم عليها دليل. الشعر ديوان العرب الان كلمه لا يقوم عليها دليل. العرب الان بلا ديوان. الديوان بتاعهم ذهب. اسألني انت بتقول لي رواية ديوان العرب، قل لي كام رواية وزعت بيعت من كام دور من كام دار نشر. اقول لك رواية ديوان العرب. قل لي كام ديوان شعر وزع من كام دار نشر. هل عملنا احصاءات معايا صديق الكريم؟ وضعت ياك اللوحة. هذه الصوت شغالين يتغزلوا في اللوحة. معايا فتحي؟ احنا عملنا احصائيات وقلنا وزعنا كذا رواية قرأت. قلنا كده؟ عملنا احصائيات؟ طيب عملنا احصائيات كم ديوان شعر وزع؟ وطبعنا كم ديوان شعر؟ لا. إذا نحن نطلق ادعاءات بلا دليل. لا الشعر ديوان العرب ولا القصة ولا الرواية ديوان العرب، وكل واحد يعني جاب العصفور بيتكلم ويمول علينا، وعبد القادر مش عارف اسمه ايه الراجل بتاع البترودولار الدولاري ده صلاح فضل بيتكلم ويغني علينا، وهم اثنين شغالين يغنوا، واحنا علينا ان نردد هذه السيرورة من الفعل سارة. الكلام بيسير وخلاص بيبقى زي الإشاعة، لكن هذه الإشاعة لم يقم عليها دليل حتى اللحظة، وعلينا أن نتثبت. قبل ما تقول الشعر ديوان العرب كلمة باطلة، الآن الرواية ديوان العرب كلمة باطلة الآن. اللي بيصدر روايات بيصدر منها 11 نسخ، 11 طبعة، الطبعة 10 نسخ. يا راجل الطبعة 10 نسخ، سيبك من الكلام ده. كم واحد بيقرا؟ قاعد بتتصور جنب الطبعة بتاعه يقول لك الطبعة السادسة والطبعة السادسة، وأنت أصدرت 10 نسخ، هيمثلوا علينا. إحنا مش بنقرا أمة لا تقرأ. بلاش طيب أنا مش عاوز أتحدى. أتحدى بعض الذين يتعاطون الشعر أن يكون قرأ ديوانا بصبر. يا رجل قبل ما نتكلم ونرفض الموسيقى الخليل نحاولها. طيب في شاعر عدا يعني ما إلا ما رحم رب لي مرويات من الشعر القديم، لي معلقة معجب بها يحفظها وأول ما يتكلم يستشهد بها. في شاعر يعني زي اخونا محمود ممكن يقول لك قصيده اعجبته مثلا من المتنبي فيرويها كامله. اختبر اختبر هؤلاء الشعراء. احنا بنضحك على نفسنا يا استاذ فتحي. يعني مش مخلصين.